السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب 22/2/23، احنا الآن بسوق الحلال في مدينة الدانة شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. ان شاء الله راح نغطي لكم السوق الآن كاملا. أهلين بمحمد، شلونك شخبارك؟ الله يسعدك. وين أبوك؟ ما انتبهت لي. هذا حلالكم ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك. نقوا أربعة ب64 ليرة تركي، ما بعتوا. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. تعال نشوف حج سلمان وين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب. حسابنا على التيك توك وصلنا يمكن 680، راح نوصل 700. هذا عمي ابو يوسف، تعالوا نسألوا عن السوق. ايش قد صار لنا ما شفناك عمي ابو يوسف؟ السلام عليكم. شلونك شخبارك؟ الله يسعدك. شلون صحتك؟ شلون امورك؟ الله يسلمك ويبارك بيك. شلون السوق عندك عمي ابو يوسف اليوم؟ يا ابو حمزه انباعت السارة ب 75 حقنا في ديك الاضارة. خرفان 75. 75 اي نعم. لازم حول 70 كيلو. نعم. وانباعت السارة ب 75.5 نقدي له. نعم. ونباعت الريدي ب 77. 77. ونباعت الشكاره مقصود 75. 72 هاي لحمها على قدها. هاي 72. اي نعم، هاي وزن خفيف. المعبره انباعت ب 70. المعبر. المعبره 4 خراف انباعت ب 70. اللهم صل على محمد. الفطيمه ايش وضعها اليوم عمي ابو يوسف؟ من 65 وانت نازل. وانت نازل نعم. حسب لحمها. ونباعت العجه واحده الكيلو ب 70. اي نعم. الكيلو ايش قد وزن هاي عجل؟ 84 كيلو. 84 كيلو ما شاء الله. لحم باطول ما شاء الله، ما لحقناها والله. هاي عجل بلوه. اي أيوة. تركيه ولا بلديه؟ بلدي. اي نعم. الصلاه والسلام على رسول الله. الصلاه والسلام على رسول الله. على راسي عمي يوسف. الله يسعدك. الله يبارك فيك ويوفقك ان شاء الله. شلون الهواري؟ السلام عليكم ابو محمد، شلونك شخبارك؟ الله يسعدك. شلون السوق عندك اليوم؟ السوق وجوه الطيبين زين. على راسي والله، ان شاء الله دائما يكون زين. 73 74 73 ان شاء الله دائما يكون طيب ان شاء الله. يا اخي الزلمه هذا ب 71 لا ب 50 عجه. عجه اول عجه واحده بس لحم اول. اللهم صل على النبي. ايه هاي ذكرها عمي ابو يوسف. نعم. اللهم صل. 65 نعم. عم نطونا بهاي المقصوصه تنقاها. هاي 62 انباعت؟ اي نعم. اللهم صل على النبي. هاي 65 عم نطونا لقاها. نورني عليها محمد. انت ختيرت. اي والله ختيرت. انت ختيرت. روح مع عمي ابو يوسف، لا تطلع الا تدفى الدنيا. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. يا شباب حسابنا على التيك توك، لا تنسوا الاشتراك بحسابنا على التيك توك. يعني وصلنا 700، راح نوصل 700. صار لنا قد كم يوم دارجين، نريد نوصل 1000. هلا هلا يا شباب متابعينا على اليوتيوب، يعني 17000 مشاهده يوميا، 20000 مشاهده يوميا على اليوتيوب. لازم نوصل 1000 بسرعه. ها عمي ابو يوسف. احنا بعد عم ابو يوسف ما قلت لك امبارح اهلا بظهور. حجي انت وعمي ابو يوسف بالبرد ما تطلعون. صلي على النبي. اي نعم. بدك كلمه محمد. ايه. امبارح ما قلت لك احنا اهلا بظهور. ايه. كلهم جماعه قربه وكلنا مخلطه. نعم. بس الراس الجماعه الطيبين. اي نعم. اي نعم. عشنا معهم العمر كله. نعم. اللهم صل. يا عم انت اهل الدين. بيك بالخير والبركه والله. على راسي والله. العشائر وحده ما تحد، لا محافظات ولا حدود ولا كل شيء. كلياتنا عشائر. اي نعم. على راس الشباب الله يرزقكم. الله يسعدكم يا رب. ان شاء الله سوقنا زين يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله سوقنا زين. شماغ وسيارة صاير بالدنيا. احسب حسابك الجمعة الجاية تقوم الساعة. غريب هاي انقلبت الموازين. ما خالصين. ها سيارة لك هاي؟ نعم. امورك كبرانة والله. شلون السوق اليوم ابو؟ كويس مو؟ والله وجهه زين كأنه. زين. أكثر شيء قام ينباع وينشر شنو؟ والله كل شيء اليوم عليه بيوم. غير اللحم. انعجم الفطيمة تنباع. انعجم فطيمة، انعجم رقيجان، عجل سمينه، عجل في بيع. ايه اللهم صل على محمد. انت تاجر ولا دلال اليوم؟ اليوم لا تاجر وطالع من السوق. اللهم صل على محمد. اي نعم. كيف على حالك؟ كيف على البضاعه والسياره؟ راكب سياره اليوم؟ بس كل على البضاعه والسياره. شنو هذا؟ انا والله انت سلام. شنو هذا بنور؟ راسي والله بنور يرد السلام بقلبه. ايه شنو هي البضاعه؟ بس شنو هاي؟ شنو هاي؟ هاي بضاعه كلها لحم كلها مو؟ ايه ايش قد صارت هاي؟ قد يعني؟ ما ادري. شو معرفني؟ هذا الفطايم ولا انعجات اللحم؟ لا فطايم. فطايم 62 على الكيلو. اللهم صل على محمد. تعرف ايش ناقصك؟ تلبس خاتم مشان تصير هذا ومسباح ولا مسباح. هذا الجماعه اللي يعرفهم. تحيه لكل واحد تابعنا. تحيه لكل واحد ما يعرفنا ولا نعرف. واحد ما يعرفنا زاد. شيء من هذا سواره ساعه كستك فزعونا الربعه. على راسي ابو نور. الله يرزقك ان شاء الله.
مش قد صار هذا بعدين؟ نجرنوا على القوام. اي نعم اللهم صل. من باع؟ دعيتونا بيو 2500. ومن باع؟ لا 2500 ليرة. 71. اي نعم. على الكيلو 71 ليرة. حولوه. ايش قد تعطي وزن ما وزن؟ 38 كيلو. استعبرته يعني؟ استعبرته. اي نعم ما قصر. أولية بس الرجال استعبر. حق ما فيها شيء بالعكس. أصلا الاستعبار أحل من البيع شلون؟ استعبرته قلت للرجال ما دام استعبرته لا تبيعه ولا على الكيلو. نعم اللهم صل على النبي. اي نعم. دعيتونا بيو 71 قلت له 38 كيلو ب 71 ليرة. يطلع حقه 2700. وما انباع. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. قيمة لحم بس مين مربوطة ها؟ الصلاة والسلام على رسول الله. لعجة لحم ايوه نعم مين معلوفة؟ انا خذيتها. مش قد صارت ابو عدي؟ والله خذيتها ب 2600. 2600 ليرة. اي نعم اللهم صل على محمد. لسه اذا تربط تصير والله احسن. اي نعم نعم عرباطه. ايوه الصلاة. شلون وجهته السوق؟ كويسة ذهب اسعار. اللهم صل على محمد. من هاي نباع الكيلو هاي دفايتها يعني؟ ايه من بيناتها ب 52 ليرة. خزل ولا نفي؟ لا خزل. خزل يعني خزل. اللهم صل. ما خليهم ينفون. اي نعم. نباع من هالبضاعة هاي؟ وهي طبعا من هذيك. مش قد 52 ليرة على الكيلو؟ 52 نعم. مش قد وزنت؟ والله وزنت 52. 52 ب 52 و 55 نعم. وحدة طلعت 60. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. انت دائما انت وبالنور تنورونا بالسوق عشان درج درج هاي عشار ما شاء الله. نعم الصلاة والسلام. عشار ما شاء الله تبارك. ما صار بيها نعم. سمناها 6000 بس نعم. عنز حقها 5 5000 الصلاة والسلام على رسول. هذا جدي هذا شقد قام ينباع؟ بندوق استرالي. اي نعم شقد قام ينباع؟ والله يريدون لحم بس انا اللي ابيعه جنية. جنية تريده؟ وانا مصوره. نعم اللهم صل على محمد. نعم. اليوم لحم الجدي ايش قد ابو عدي؟ والله التيس لازم فوق ال 50. فوق ال 50 ليره الكيلو. اللهم صل. بس الزين الشيء الطيب. الطيب لا احسن زاد. احسن من هالشيء. اللهم صل. عندك 55 ما شاء الله تبارك الله. على رسول الله ابو عدي. هذن مواليد. الصلاة والسلام على رسول الله. شخصيات حلوات مواليد او كما يقول الشاعر مطافين. والله طليان مخشنه ما شاء الله. كلن وراهن خرفان. كان وحده وراها فطيمه، وحده وراها فطيمه. اللهم صل على محمد. مبينات مبينات مبينات. الحلو ما يغبي حاله. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد قامت تسوى ابو عدي؟ والله يا لنا سمتها 5 ونص. 5500 وما صار ما صار بيندفع. صار بيندفع بس ما عجبني. ما عجبك دفع؟ لا. الصلاة والسلام على رسول الله. والله خرفان العيد الضحية غير شكل. الغنم حالها حالها 3000. ليش اليوم الناس ما قامت تدفع شيء يعني شو؟ والله ما اعرف شنو قصتهم. معقوله لانه الدلاله قامت تسوم عالي الشرايه قام تدفع رخيص؟ والله انا يعني ما اسوم عالي. هذا اقول لك دعنا نسومها 5000 والدفع بهن 4000. نعم هاي سومه. اي نعم لا مقبول حكي مقبول حكي مقبول. نعم ابو قراف وينه؟ ها كمل. هاي الدقالي عند ابو قراف. ابو قراف يا ابو قراف يا ابو قراف. خلاص استلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مش قد صارت ابو قراف؟ عند ابو قراف. هاي ما يعلم بيع شره. عند ابو قراف. مش قد تريد يا خيو؟ ايوه قول له مفصوله ب 4000. فصل 4000. ابو قراف رجال معدل من عمامنا البوعيس. خلاص وصلنا. اي نعم. طبعا احنا ابو قراف احنا اسفين لان قلنا لك مش قد اشتريته. اما مش قد تريد نحقك هذا. اي نعم. لانه تو انجاز. اللهم صل. 4000 ليرة فصل. فصل. أبو قراف متسبب. أبو قراف بس بدي أسألك سؤال. ترى يجوز ياخذنا ب 3900. بعد إذن أبو حمزة بدي أسألك سؤال ثاني. يعني. هذا يلحق إلا العيد بالله. عيد الضحية ها. هذا يلحقنا الجمعة ها. هذا يلحقنا الجمعة الجاية. أنت بدك قول له قول له بدك تربطهن أنت؟ إي لا. ما هو عيب. أنا شغلتي الباكر الصبح أربطها. إي نعم. أربطهن ربع ساعة بس. انقطعت الباكر. إي نعم. الله يجبرك. هذا اللي زود هيل هذا. أكثر شيء الباكر. إي نعم. حج رمضان داز ياسر ورايا. ما شفتك لمشتريتي ما شفتك خالص. اللهم صل على. بس خلص متعب ما ياخذ له رزقه وبيع الله. ويساتك ويساتك. شو قام يطلب 4000 وبي بازار. ترى ترى ابو قراف مسكين يا شباب يجوز اشتراه ب 4000 ورد ب 4000 ما يعرف يحسب. صار 37 ابو حمزه. 3700 ما قلت لك انا اعرف اعرف قلت يمكن اخذ 3900. الله يرزقك الله يرزقك ابو قراف. تبيع الفحول ابو قراف. الله يرزقك. ايش تنطيني واحد من الفحل؟ ما تبيعون واحد روحوا. هاي رجع صار عليهم بازار يا شباب العجات هذنا.
الصلاة والسلام على رسول الله عند أخونا أبو عدي. صاير بها 4000، عندك زود ما والله فوق 4000. ليش؟ يا عدي يا مد. بعدين أنت هاي رب أم الفطيمة هاي دلها. هي الله الشباب. تشتري لك أم عالي بسعرها. اللهم صل على محمد. ما. شرط. ليرة تركي الدفع قدامكم شباب خرفان من يلحق نعيد الأضحى. حروفين خشنات حروفين أقل منهم ولكن كلها زينة. 200 دولار 200 دولار وصلت وما مشي الحال. صار انا 200 دولار ما يبيع لسه. الله يجبرها انا ان شاء الله بحسن. القراسي على راس القراسي والله. من اي العمام؟ من اي عشيره؟ نعيم. على راس نعيم والله. والنعم 37 هذا من خوال ابو ماجد. خوال ابو ماجد المزيون يا عمي وصالح نقي جمدانه والله من حكي من غير حكي دار العصاية على اليسرى خلاص عشان نضرب ايوه لان انت ما تنضرب على راسي يا عمي ابو صالح والله ما يلزم يا عمي ابو صالح الله يبارك فيك خلاص مثل ما بدك. هناها جبار الغنم 35 هاي الحالها 40 ما انباعت 40 ما بعتها الحالة اي نعم وبعت الغنم جبارة على 35 هي وخواتها هي وطليانها اللهم صل على محمد اثنين متالي ما شاء الله هي والسود هاي متالي نعم هاي عشار هاي عشار هاي اي نعم اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. شلون السوق عمي ابو صالح اليوم؟ والله الصبح يتحرك شوي ويرد يهمد بيطلب على مصرف اليوم شنو السبب معك؟ بيطلب على مصرف يحب المشراقه يحب ينام السوق الله يسعدك يا عمي ابو صالح الله يجزاك الخير هلا الله يكرمك ويبارك فيك على نبينا محمد ما شاء الله تبارك ابو هيثم الحبيب على راسي عمي ابو هيثم حي الله عمي ابو نجم بيت السلام بك من زمان ما شفناك عمي ابو نجم الله يطول عمرك الله يسعدك يا ابو اللهم صل على محمد هاي عشار كلها عمي ابو هيثم عشار حقيقي يا ابو حمزه هي وهذا اللي انباع هذا هنا ابو اي نعم ايش قد طالبين بين ايش قد قبضوا والله اخذتهم هلك ب 13 الا 50 ليره 1300 13 المشاهد يركز معاك يعني 13 ما حد يفهمها بدك تقول 13000 45 4500 الوحده ايه الوحده ب 4500 بالتفصيل نعم على راسي والله اللهم صل على المازن وشوف على ما شاء الله تبارك هلا السلام عليكم ابو حراء ما شاء الله ما شاء الله موجودات عندنا ابو هيثم اشياء اي نعم دلالنا مشغول اليوم إيه ما شاء الله تبارك الله الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله هذا الكويسات والله 4000 هذول الوحدة يا أبو حمزة والله 4000 المشترى للبيع المشترى مش ثلاثة ب 4000 إلا 50 ليرة اللهم صل على محمد والله عداك العيب كويس عم تخبرنا يعني لا أنا بخبرك ماني خجلان يا أخوي إي نعم تفرج على المازية وتفرج على هاي الحمرة ايش قد طالب بيها؟ هاي الحمرة طالب فيها 55 والله 5500 أخشنهم 5500 ليرة الصلاة والسلام على رسول الله. عليه ابو الصيف حياك الله شلونك شو اخبارك؟ الله يسعدك. الله يبارك فيك. الله يسعدك. لو ما هالمساعدين اللي قام يساعدونك بالربج ما تلحق. والله الله يعينك. الله يبارك فيك. يا اخي يا مشغول 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 مشغول. اي نعم ابو وحيد حياك الله. حياك الله. هذا الشبشه الجديد هذا؟ شو اسمك؟ حسن حسن ها خايف حسن خايف خايف من السوق ولا خايف من شنو؟ يا ابو حمزة الله يرضى عليك دلية الكاميرا علي وحيد بس ليك ليك الله يخليك دلية الكاميرا علي وحيد بلكي هيك ينشهر شوي بلكي نجوزوا يحل عندنا شهرين ثلاثة يا زلمة يروح ما يتجوز صورنا ابو حمزة هي عملة يا اخي ما راح يتجوز انا ما نقدر عندي مع الغنم اي نعم ما وراه جيز ها؟ اي نعم اللهم صل على في مسألة يا شباب الآن صارت بالسوق يعني رجال مشتري نعجة على أساس إنها لحم اي نعم وطلعت نعجة يعني عشر بعد مذابحها يعني طلع بطنها جنين طبعا احنا السنة الماضية تكلمنا بالموضوع هذا يا شباب انه النعجة اذا كانت عشار واحد يذبحها حرام ولا مو حرام بالبداية قلنا يمكن حرام لكن بعدين رجعنا سألنا دكتور مختص بالشريعة الإسلامية فقال
لا ما فيها شيء حرمانية ولا شيء. إذا واحد عنده نعجة سمينة يريد يضحيها أو يذبحها أو عقيقة أو أي شيء أو حتى لمجرد الأكل، حتى لو كانت عشارة تنذبح عادي، ما في أي مشكلة يعني، ما في أي حرمانية الموضوع. اي نعم، ولكن لازم الواحد يبين اللي يبيع يا شباب يبين، لانه ممكن انسان يقول لك انا يعني استخطي هيك يعني يستذنب انه حرام خروف، مو حرام شرعا يعني، انه حرام عرفا يعني، انه نعجع شار ليش تذبحها، ممكن الاقي غيرها واذبحها. اي نعم، فاللي عنده اللي ينزل نعجة سمينة تبيعها وتطلع شار لازم يبين، الافضل انه يبين. اي نعم، انه يا اخي ترى بيع عشر، تريد تذبحها تريد تاخذها تريد ما تاخذها، لانه حتى فيها ضرر على المشتري اللي بده يذبحها. يعني الان بالرجال يقول انا اشتريتها يعني صف عليه السعر غالي جدا، يعني بعد ما ذبحت طلع بطنها جنين، والمشيمه والرحم والامور هاي كلها راح تكب يعني، فاختلف الوزن. يقول كنت متوقع يطلع منها فوق ال 20 كيلو، طلع ما طلع منها غير 13 كيلو لحم بسبب انها عشار. اي نعم، فلازم يبين الانسان. لا انت على عيني وراسي، انت لك الظاهر ما بتعرف عليه، انت شو بتعرف عليها 3 ايام مشان تصلي على الرسول. شلونك ابو حسن؟ على حياك الله. اخبارك؟ الله يسلمك. شلون شايفين السوق اليوم؟ والله طيب كويس. ها كله ذهب بالصلاه على محمد، الله يبارك فيك على راس الشباب. بعناها ب 200 دولار ودلالته، 200 دولار ودلالته. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. مشي يا ابو مشي صحيح. يلا ابو يلا 200 دولار. هاي اخته شقيته وراها فاطمه. ثنيه مو ثنيه؟ رباعيه. رباعيه هذا ثاني بطن. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. 5 ونص شطور. هاي شطور والله، والله عملاقه ما شاء الله. من امها شطور ما شاء الله. شوفنا صفحتها ابو حسن، ما شاء الله تبارك الله، كبيره حيل والله. وراها طلي مو خروف؟ خروف ما شاء الله تبارك. صلاة والسلام على رسول الله. اللهم ما صار بيها دفع ابو حسن؟ 5 ونص. 5500. 5 ونص واجابه. اللهم صل على محمد. كبيره والله خشنه. هلا 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 ابو حسن. شطور يا شباب، يعني نص ضرته ما مو شغال. طمني انصحتك. اللهم صل على محمد. والله شيء بسيط يعني. انت ما انت دي حكي مرضان، ما قضيت مرضان انت. انت شاتلتك الحرمة انا عارف. دوينك حفظانه. شاتلتك الجيزه. ايوه. اللهم صل على محمد. ايش قد صار بيه دفع ابو حسن؟ والله صار في 56. 56 5600. ايوه نعم. 56 على السيف مو على نعم. الكيلو دفعهم 60 62 65. ما حد اعطاني. ما حد اعطاك 5؟ لا ما اعطاني. اللهم صل. بس انا فصلته ب 70. فصل 7000. 70 على الكيلو. 70 ليرة على الكيلو. الكيلو 7.5 على السيف. اللهم صل على محمد. ايش قد يعطي وزن بالله برايك ابو؟ والله انشاء السمين عليهم فوق ال 100 عادي. يعلم الله 110 105 لا قبلنا ولا شيء. يعلم الله. معلوف مو معلوف اكيد 100%. ما شاء الله ما قصد معلوف، بس هو يخدم برزقه يخدم. اللهم صل على الرجال طعمه هناك. على راسي ابو حسن والله. شلونك ابو جهاد؟ شلونك اخبارك؟ الله يحفظك. على راس ابو جهاد. ابو جهاد من عقيدات حمص. لا كل شيء. اللهم صل على محمد. هذه 1300 ليرة تركي قيمة لحم. اختار اللي بدك اياه. الصلاة والسلام على رسول الله. وهذه الحالة ب 1000 ليرة. ما عز قيمة اللحم ضعيف يا شباب، بضاعة ضعيفة. اللهم صل بالصاحية. الصلاة والسلام. شلونك ابو جهاد؟ شو اخبارك؟ شلون هالسوق اليوم؟ والله الحمد لله ماشي الحال، ماشي الحال. وبيسو وبيبي يا ابو جهاد لا يروح. الوضع؟ هذا راعي الجدي من الصبح شايله نوب يحطه بالكرتونه، نوب يطلعوا من الكرتونه. اللهم صل. هذا تو خلقان، تو طلع من الكرتونه. اللهم صل على محمد.